السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة علوم كيمياء للصف الأول متوسط. وصلنا إلى التعبير عن التفاعل الكيميائي صفحة 79. كيف نعبر عن التفاعلات الكيميائية؟ أول شيء نعرف المعادلة الكيميائية، وهي طريقة مختصرة بدلالة الرموز والصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والناتجة. يقسم التفاعل الكيميائي إلى مواد متفاعلة ومواد ناتجة يفصل بينهما سهم. يعني هنا عندي مواد متفاعلة. مواد متفاعلة، هذه المواد المتفاعلة تتفاعل راح تكون مادة جديدة، راح تكون مادة جديدة. هذه المادة الجديدة تسمى مواد ناتجة، مواد ناتجة. إذن هذه المعادلة، هذه معادلة كيميائية، المواد المتفاعلة على جهة اليسار والمواد الناتجة على جهة اليمين، يفصل بينهما سهم، يفصل بينهما سهم. طبعا هذه المواد المتفاعلة تتفاعل بعوامل مساعدة راح تكون مادة جديدة، وهذه المادة الجديدة تختلف عن المادة الأصلية. صار واضح؟ هذا يسمى التفاعل الكيميائي أو المعادلة الكيميائية. زين، هنا مثل عندنا هذه المعادلة اللفظية، مثل تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين. يعني هنا عندنا هذه الهيدروجين والأكسجين، هذه مواد متفاعلة، مواد متفاعلة، يعني يتفاعل الأكسجين مع الهيدروجين. هنا ايش راح يكون نتيجة هذا التفاعل؟ راح ينتج لي ماء، راح ينتج لي ماء. إذا الماء هو مواد ناتجة، الماء هو مواد ناتجة. يعني من يتفاعل الأكسجين مع الهيدروجين بمساعدة الطاقة راح يكون ماء، راح يكون ماء. هذه معادلة لفظية، يعني احنا نلفظ العناصر. زين، المعادلة الرمزية او بطريقة الصيغة الكيميائية، هنا ما راح نكتبها كتابة، لا راح نكتب بها الرموز، راح نكتب الرموز. واحنا الرموز اخذناه وتعلمناه، الجدول اللي قلت لكم حفظوه، الرمز الكيميائي لكل عنصر. يعني هنا الهيدروجين الرمز الكيميائي هو H2، والأكسجين هو O2. فهنا أكتبها بالصيغة الرمزية، يعني أقول هنا H2 زائد O2، إيش راح هنا ينتج؟ راح ينتج H2O اللي هو الماء، H2O اللي هو الماء. وهسه أوضح شلون راح نعرف نكون المادة الناتجة في المعادلة. زين، هذه بالصيغة الكيميائية، بالصيغة الكيميائية أو المعادلة الرمزية. زين، إذا هنا عندنا النماذج الجزيئية، نماذج الجزيئية يعني يطلب هنا معادلة بطريقة النماذج الجزيئية. فهنا عندنا H2، يعني هنا شقد هنا تحتوي على ذرات؟ 2، يعني ذرتين من الهيدروجين. فهنا أرسم ذرتين من الهيدروجين، زائد هنا عندنا O2، كذلك عندنا ثنائية الذرة، يعني ذرتين من الأكسجين. فهنا أرسم ذرتين من الهيدروجين زائد ذرتين من الأكسجين، فراح يكون لي H2O اللي هي ذرتين من الهيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين. صار واضح؟ هذه بطريقة النماذج الجزيئية. زين، هنا هسه نوضح شلون راح نكتب المعادلة وشلون راح هنا نكون المواد الناتجة. بس هنا عندنا هذه الملاحظات الثنين لازم تعرفونها. للتعبير عن الصيغ الكيميائية يجب حفظ رموز العناصر مع عدد التأكسد. يعني حتى هنا نعرف المواد المتفاعلة شنو راح تنتج من مواد. فهنا لازم نعرف أول شيء الرموز الكيميائية، هذه الرموز اللي أخذناها في الجدول لازم نحفظها. كذلك نحفظ عدد التأكسد لكل عنصر، وإحنا كذلك أخذنا عدد التأكسد، أكو جدول لعدد التأكسد، لازم نعرف عدد التأكسد حتى نعرف نطلع المواد الناتجة. هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، عند كتابة بعض العناصر يجب أن تكتب ثنائية الذرة. يعني أكو عناصر ثنائية الذرة، مثل عندنا الهيدروجين، الهيدروجين يعني ما أكتبها H فقط، ما أكتب الرمز مالتها فقط H، لا أكتب هنا H2، كذلك الO ما أكتب فقط O، راح أكتب O2. ليش؟ لأن عندنا الأكسجين والهيدروجين هي ثنائية الذرة. العناصر الثنائية الذرة هذه هي السبعة، هذه تحفظونها.
الهيدروجين H2، أكسجين O2، نيتروجين N2، الكلور Cl2، والفلور F2، والبروم Br2، واليود I2. فهذه العناصر ثنائية الذرة، يعني بالمعادلة لازم هنا تكتبون هذه ثنائية الذرة، يعني ال H ما تكتبونها وحدها H، لازم تكتبون H2، ال O O2، مثل هنا عندنا H2 O2. صار واضح؟ هذه العناصر الثنائية الذرة هذه تحفظونها. هسه هنا عندنا شلون راح نكتب المعادلة. تفاعل الفلور مع الهيدروجين لتكوين فلوريد الهيدروجين. وين المواد المتفاعلة؟ هذه عندنا تفاعل الفلور مع الهيدروجين، هذه مواد متفاعلة. وين أكتب المواد المتفاعلة؟ على جهة اليسار، على جهة اليسار. هذه مواد متفاعلة، أكتبها هنا على جهة اليسار. بعدين هنا عندنا هذا السهم والمواد الناتجة على جهة اليمين. فهنا عندنا تفاعل الفلور مع الكلور، هذه مواد متفاعلة راح أكتبها هنا، والمواد الناتجة اللي هو فلوريد الهيدروجين. صار واضح؟ راح أكتبها لكم بطريقة الرموز أو الطريقة الصيغة الكيميائية. هنا عندنا الهيدروجين، الهيدروجين مثل ما ذكرنا هي H2. هنا ليش كتبنا 2؟ لأن هي من ثنائية الذرة، فلازم هنا أكتب 2 زائد، لأن هنا عندنا 2 مواد متفاعلة، الفلور كذلك، الفلور هي F2، هاي الفلور، الفلور هي F2. زين، هنا شنو راح تكون من مادة ناتجة؟ راح تكون فلوريد الهيدروجين. راح أقول هنا HF، HF هو مركب، ال HF هو مركب، مركب الفلوريد الهيدروجين، فلوريد الهيدروجين. هنا ملاحظة، فلوريد يعني شنو مقصود من عند؟ مقصود فلور. أذا يقول كلوريد مقصود كلور، أذا يقول مثلا بروميد المقصود من عند بروم. صار واضح؟ إذا هنا تفاعلت الهيدروجين مع الفلور كون فلوريد الهيدروجين، فلوريد الهيدروجين. هنا هذه كتبناها بالصيغة الكيميائية، كتبناها بالصيغة الكيميائية. شلون؟ بالاعتماد على عدد التأكسد، بالاعتماد على عدد التأكسد. عندنا العدد التأكسد للH هو موجب واحد، موجب واحد، والعدد التأكسد للF هو سالب واحد. فهنا راح نستعمل طريقة المقص، طريقة المقص هي طريقة الصيغة الكيميائية، كذلك أخذناها في الدروس السابقة. إن هذه طريقة كتابة الصيغة الكيميائية وأنا شرحتها لكم في الدروس السابقة. هنا عندنا مثلا بوتاسيوم، وهنا عندنا بروميد. أول شيء نكتب الرموز، رموز العناصر، ونكتب عدد التأكسد لكل عنصر، بعدين نسوي طريقة المقص. طريقة المقص يعني نكتب العدد التأكسد بدون إشارة، نكتب عدد التأكسد بدون إشارة. يعني هنا عندنا هذه واحد وهذه واحد، فهنا بما أنه عدد التأكسد واحد واحد فما حاجة أكتبه، يعني راح يصير هنا KBR، KBR بدون عدد التأكسد. ليش؟ لأن هنا عندنا واحد فما حاجة ينكتب، الواحد ما حاجة ينكتب. صار واضح؟ مو مثل هنا عندنا ثلاثة، عدد التأكسد ثلاثة فأكتبه بدون إشارة، راح يصير هنا F3، راح يصير هنا F3، راح يصير هنا ثلاثة. صار واضح؟ أما الواحد لا، ما ينكتب. فهذه طريقة الصيغة الكيميائية اللي أخذناها في الدروس السابقة. نفس الطريقة هنا إذا نكتب الصيغة الكيميائية، يعني هنا عدد التأكسد مع عدد التأكسد، نسوي طريقة المقص، وبما أنه هي واحد واحد فما حاجة ينكتب. إذن المادة الناتجة هي HF، HF. صار واضح؟ هذا عندنا ال HF هو مركب، هذا مركب، هو فلوريد الهيدروجين. طبعا يختلف عن المادة الأصلية، يختلف عن المواد المتفاعلة. شلون هنا يختلف؟ لأن هنا عندنا هذه الروابط اللي تربط هذه الذرات راح تتكسر، وراح تتكون روابط جديدة تختلف عن المادة الأصلية. هنا عندنا هذا السؤال، عبر باستخدام الرموز والصيغ الكيميائية عن تفاعل الكربون والأكسجين لتكوين غاز ثنائي أكسيد الكربون. هنا شنو عندنا المواد المتفاعلة؟ هي كربون وأكسجين. لازم نعرف الرموز، الكربون هو C والأكسجين هو O، بما أنه هو ثنائية الذرة فراح أكتب O2، هاي ما أنساها،
فراح يصير سي زائد او 2 فراح يكون غاز ثنائي اكسيد الكربون اللي هو سي او 2. طبعا هذه الغاز ثنائي اكسيد الكربون هذه تحفظوها، تحفظون رمز الغاز ثنائي اكسيد الكربون هو سي او 2. صار واضح؟ هنا شنو عندنا؟ هذا هنا تفاعل الهيدروجين مع الفلور لتكوين فلوريد الهيدروجين. هنا مسويها بعدة طرق، يعني اذا ريتها بطريقة لفظية يعني تكتبون هنا هيدروجين زائد فلور يساوي المادة الناتجة هو فلوريد الهيدروجين، او ريتها بالصيغة الكيميائية راح يصير H2 زائد F2 راح يصير HF المادة الناتجة، او ريتها بطريقة النماذج الجزيئية، يعني هنا ارسم الجزيئة بما انه هي ثنائي فيعني معناتها 2 ذرات من الهيدروجين، يعني ارسم 2 ذرات من الهيدروجين، والفلور كذلك ثنائي فراح ارسم هنا 2 ذرات من الفلور، فشي يكون المادة الناتجة؟ المادة الناتجة هو HF، طبعا هذه المادة تختلف عن المادة الأصلية. زين، أما طريقة الذرات فهنا اكتب بس H وF، هنا كذلك HF، لأن هذه ذرات العناصر. صار واضح؟ هنا عندنا هذا السؤال، باستخدام الجدول الأعلى وضح تفاعل غاز أكسجين، غاز الأكسجين مع النيتروجين لتكوين ثنائي أكسيد النيتروجين اللي هو NO2، يعني مطين هنا المادة الناتجة، مطين إياها المادة الناتجة، أنا فقط إنه أعبر إنه الأكسجين بما إنه هو ثنائي الذرة فأكتب O2، زائد النيتروجين كذلك ثنائي الذرة فأكتب N2. وش راح يكون؟ راح يكون اكسيد النيتروجين اللي هو NO2، مطينا اياها بالسؤال. صار واضح؟ هنا عندنا سؤال، عبر عن تفاعل الاكسجين مع الصوديوم لتكوين اكسيد الصوديوم. هنا راح نستعمل الصيغه الكيميائيه. زين، هنا عندنا المواد المتفاعله هي الاكسجين مع الصوديوم. الصوديوم الرمز الكيميائي هو Na زائد، الأكسجين هو O، وبما أنه هو ثنائي الذرة فراح أقول O2. إيش راح ينتج طبعاً باستعمال أو بمساعدة الطاقة؟ هنا إيش راح ينتج؟ راح ينتج أكسيد الصوديوم. أكسيد الصوديوم هنا Na زائد O فراح أقول NaO. زين، مو فقط هذه الحل، هنا شنو أسوي؟ بما أنه يريد بالصيغة الكيميائية فراح أستعمل هنا العدد التأكسد وطريقة المقص. هنا عندنا الـ Na لازم أعرف العدد التأكسد، العدد التأكسد مال الـ Na هو موجب واحد، موجب واحد. زين، والـ O هنا عندنا سالب اثنين العدد التأكسد للـ O، فهنا راح أستعمل طريقة المقص، أستعمل طريقة المقص، يعني هاي الاثنين تجي للصوديوم وهذا الواحد يروح للأكسجين، فهنا طبعا من هنا استعمل طريقة المقاس، فهذه العدد التأكسد راح هنا انزله بدون إشارة، بدون إشارة، يعني راح يكون المادة الناتجة هو Na2O، هذه هي المادة الناتجة، هذا هو المواد الناتجة. ليش؟ لأن هنا عندنا الاثنين اجت هنا وهذا الواحد اجى للاو، طبعا الواحد ما حاجه نكتبه، فراح يصير Na2O هو اكسيد الصوديوم. صار واضح؟ هذه طريقه الصيغه الكيميائيه، طريقه المقص، انه اكتب كل رمز اكتب عدد التاكسد مالته وبعدين استعمل طريقه المقص، وهنا من انزل هذا العدد انزله بدون اشاره. صار واضح؟ عندنا هنا راح نعبر عن هذه المعادله بالصيغه الكيميائيه. عندنا الحديد زائد الكبريت، شي يكون كبريتيت الحديد. هنا مثل ما ذكرت انه لازم نعرف رمز العنصر، الحديد هو رمزه Fe زائد الكبريت هو الكبريت هو S، الرمز الكيميائي هو S، فهنا ايش راح يكون؟ راح يكون كبريتيت الحديد اللي هو FeS. زين، هسه اشوف هنا عدد التأكسد حتى اتاكد من عدد التأكسد. عدد التأكسد لل Fe هو موجب 2 والاس هو سالب 2، فهنا عندنا الاف اي عدد التاكسد مالته هو موجب 2، زين، والاس عدد التاكسد هو سالب 2، بما انه هنا عندنا نفس العدد، نفس العدد التاكسد لكن الاشارات مختلفه، فهنا عندنا المجموع راح يكون صفر. هنا ما راح استعمل طريقه المقص لان هي اصلا صفر،
فهنا راح يصير Fe زائد S هو FeS، راح يكون هذه المادة الناتجة FeS. عندنا هذا التفاعل هو بمساعدة الحرارة، الحرارة نقدر نرمز لها بالرمز هذا المثلث، هذا المثلث معناته انه هذه بمساعدة الحرارة. صار واضح؟ هسه نجي الى هذه المعادلة، حامض الهيدروكلوريك زائد الخارصين، راح نكتبها بطريقة الصيغة الكيميائية. اول شيء هنا اكتب حامض الهيدروكلوريك، الصيغ الرمز الكيميائي الهيدروكلوريك، طبعا هذا مركب يعني يتكون من الهيدرو من الهيدروجين والكلوريك هو الكلور، فراح يكون هنا HCl، ال H هو الهيدروجين والCl هو الكلور، يعني حامض الهيدروكلوريك هو HCl زائد الخارصين، الخارصين هو ZN الرمز الكيميائي. ايش راح يكون هنا؟ راح يتفاعل، طبعا هذا التفاعل هو تفاعل استبدال. ايش راح يتفاعل؟ راح يتفاعل الخارصين مع الكلور، يتفاعل الخارصين مع الكلور. ليش؟ لان عدد التأكسد الخارصين والكلور الاشارات مختلفة، الاشارات مختلفة، لان هنا عندنا الخارصين هو عدد التأكسد مالته هو موجب 2، عدد التأكسد مالته هو موجب 2، والCl هو سالب واحد، يعني هنا الإشارات مختلفة، فهنا عندنا الخارصين راح يتفاعل مع الكلور، أما عندنا ال H هو موجب واحد عدد التأكسد، فهنا ما يتفاعل موجب واحد، ما يتفاعل الخارصين مع الهيدروجين. ليش؟ لأن هنا موجب وموجب، لا يتفاعل مع الكلور. فش راح يكون؟ راح يكون هنا ZnCl. زين، هنا عدد التأكسد هو موجب 2 وهنا عدد التأكسد هو سالب 1، فهنا راح نستعمل طريقة المقص، فهاي الثنين راح تجي هنا بدون إشارة، فراح يصير هنا ZnCl2، هذا هو الكلوريد الخارصين، كلوريد الخارصين تكون كلوريد الخارصين، كلوريد الخارصين. مثل ما ذكرت انه كلوريد معناتها هو كلور، فلوريد معناتها فلور، البروميد معناتها بروم، فهنا تفاعل الخارصين مع الكلور كون كلوريد الخارصين. زين، هنا شنو بقى؟ بقى عندنا هنا الهيدروجين، فراح اقول زائد H2. ليش قلنا 2؟ لان هو ثنائي الذره. صار واضح؟ مثل ما ذكرت العناصر ثنائيه الذره نكتبها الثنائية الذرة، يعني H2O2N2. صار واضح؟ هذه العناصر ثنائية الذرة السبعة، قلت لكم حفظوها، يعني ما نكتب فقط H، لا نكتب H2، كذلك الO ما نكتبها O وحدها، نكتب O2 لأن هي ثنائية الذرة. فهذه هي المادة الناتجة كلوريد الخارصين زائد الهيدروجين، زائد هيدروجين. صار واضح؟ هذه طريقة الصيغة الكيميائية. هنا أنا أوضح هذه المادة الناتجة اللي هو ZnCl2 زائد H2. مثل ما ذكرنا هنا نعتمد على عدد التأكسد، يعني لازم إنه إحنا نحفظ عدد التأكسد. هنا عندنا موجب 2 وهنا عندنا سالب 1، فراح نستعمل طريقة المقص. طبعا الواحد ما ينكتب، هنا عندنا الثنين راح تصير هنا بدون إشارة، راح تصير ZnCl2. صار واضح؟ وهنا مثل ما تلاحظون حامض الهيدروكلوريك، طبعا هذا مركب هو الهيدروجين مع الكلور، فهنا ليش يعني ما سوينا طريقة المقاس؟ لأن هنا عندنا نفس الأعداد بس الإشارة تختلف، هنا عندنا موجب واحد وهنا عندنا سالب واحد، فما حاجة نسوي طريقة المقاس. زين، هسه عندنا السؤال الأخير. عندنا هذا السؤال، عبر بمعادلة كيميائية رمزية عن تفاعل الهيدروجين مع اليود لتكوين يوديد الهيدروجين. عندنا هذه المعادلة، هيدروجين زائد يود يساوي يعني المادة الناتجة هو يوديد الهيدروجين. مثل ما ذكرت انه يوديد مقصود من عندها يود، كلوريد معناتها كلور. زين، هسه راح نسويها بطريقة رمزية. الهيدروجين هي H2 لان ثنائية الذرة، فنكتب 2 زائد اليوديد هو I
I كذلك I2 فش راح يكون هنا؟ راح يكون يوديد الهيدروجين اللي هو HI. ليش هنا HI فقط؟ لأن هنا عدد التأكسد الموجب واحد، هنا عندنا موجب واحد وهنا عندنا سالب واحد، فما حاجة هنا نسوي طريقة المقص، يعني المجموع الجبري يساوي صفر، فهنا إذا نفس العدد فما حاجة نسوي طريقة المقص. صار واضح؟ إذن المادة الناتجة هي HI. هذا ملخص درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله في الدرس القادم راح نشرح طريقة موازنة المعادلة الكيميائية، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.